السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في مطبخ شومة. كل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى طاجن رز معمر هتاكليه في حياتك. جميل جدا جدا جدا، وطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. ولو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا عندي رز مغسول، لازم يكون مغسول كويس جدا. اغسليه كده تحت الحنفية كتير لحد ما المية اللي تنزل منه تبقى رايقة خالص. يبقى كده اتغسل معايا كويس. هاخده واحطه في بولة، وهحط معاه حوالي من 6 لـ 8 معالق زبدة، او 6-8 مكعبات زبدة. انا استخدمت الزبدة الصفراء، طعمها بيبقى حلو قوي في الاكل. لو عندك زبدة بلدي مفيش اي مشكلة، او لو عندك سمنة برضو مفيش مشكلة، بس الطعم الزبدة دي الصفراء النيوزيلندي دي بيبقى حلو قوي في الاكل وخفيف. كمان حطيت معاها كوباية من القشطة، دي قشطة بلدي اللي انا بستخدمها على طول. لو عندك قشطة عادي جايباها من السوبر ماركت ممكن تستخدميها، او لو عندك كريمة لباني ممكن تستخدميها. هنحط كمان مكعبين من مرقة الدجاج، ورشة من جوزة الطيب، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وملح حسب الرغبة. طبعا احنا حاطين مرق دجاج، ما تكتريش في الملح عشان ما يبقاش طعمه مملح، لان مرق الدجاج بتدي طبعا طعم الملح. هندعك كويس قوي الرز مع الزبدة مع القشطة مع مرقة الدجاج، هندعكم كويس قوي. هو ده اللي هيديني الفرق في الطعم اللي هتشوفيه ان شاء الله. لو كنت عملتيه بطريقة تانية غير كده، ادعكيهم كويس قوي 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 مع بعض لحد ما يبقى بالمنظر ده. كل رزاية هتاخد طعم القشطة وطعم الزبدة مع بعض، وهتبقى مفلفلة وهتبقى جميلة، ومش هيعجن خالص معاكي، وهيديكي طعم ان شاء الله روعة روعة روعة. تمام كده. هنجيب بقى الطواجن اللي هنعمل فيها، او الطاجن لو هتعمليه في طاجن كبير او في صينية حتى ألمونيا او صينية بايركس اللي تحبيه واللي موجود. سخنيها في الفرن شوية، وبعد كده طلعيها ودهنيها كده بمكعب من الزبدة علشان الرز ما يلزقش، وهتنزلي بكمية الرز وعليه اللبن. احنا اتفقنا ان كل كوباية من الرز قدامها كوباية ونص من اللبن، كل كوباية من الرز المغسول قدامها كوباية ونص من اللبن. او لو مش عايزة تقيسي، فضي الرز في الطاجن، وزي ما بتعملي الرز بالشعرية العادي غطي الرز باللبن. هيبقى احنا هنغطي الرز باللبن، ما تقلقيش، الرز موجود معايا من الاول قشطة ومغسول كويس، هينزل عليه اللبن هيستوي ان شاء الله، هيستوي هيبقى جميل. التسوية بقى هنسخن الفرن، طبعا هنحطه في ارضية الفرن، هنحط الطاجن في ارضية الفرن لمدة ربع ساعة، هتلاقيه شرب اللبن. هتطلعيه في الرف الاوسط حوالي كمان من 5 دقايق لـ10 دقايق، هتلاقيه استوى وخد لون كويس. لو انت عايزة تزودي على الوش قشطة، ممكن تزودي قشطة كمان علشان تدي لون اكتر ولون احلى. ولو ما احمرش معاكي ممكن تشغلي الشواية، هيحمر وهيبقى زي الفل. شايفين الرز استوى ومفلفل وطعمه جميل جدا 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 جدا. الخطوة ان احنا دعكنا الرز بالزبدة والقشطة خلت طعم الرز مختلف وحلو قوي 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 قوي. ما تحطوش المكونات كلها على بعضها وتدخليها الفرن، الخطوة دي بتفرق جدا جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك، مهم قوي اللايك، اعملوا لايك للفيديو وشيروه واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا، ويا رب يعجبكم.